إذا مشاهدينا انضم إلينا من جديد عبر الهاتف من واشنطن رئيس مركز العلاقات الخارجية الأمريكية الدكتور صفي الدين حامد، أهلا بكم إلى استوديو الرافدين دكتور. أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المشاهدين. حياك الله. بداية، كيف تقرأ اعتراف البرلمان الأوروبي بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد؟ والله أعتقد أنها خطوة غير صحيحة وغير سليمة ومتهورة ويمكن متسرعة، يعني لا داعي لها، لأنها يعني بتضع مشاكل أكبر على الشعب الفنزويلي الطيب. يعني نعم، إلى أين تتجه الأزمة السياسية بفنزويلا برأيك؟ نعم، إلى أين تتجه الأزمة السياسية في فنزويلا مع تدخل الأطراف والله الخارجية صعب، على خط الصراع بين المعارضة والنظام؟ صعب التكهن بما يحدث غدا، لأن الأحداث بتتسارع والأيادي بتتكاثر. أصبحت المشكلة بدل ما هي مشكلة داخلية بين الشعب الفنزويلي وأغلبه على فكرة مع الرئيس مادورو، لكن في فئة كبيرة يمكن أو قليلة لا نعرف بالضبط أعدادهم بتقف مع هذا. أنا في رأيي أنه هو حركة غير دستورية وغير شرعية، يعني شبه انقلاب قد نقول، لكن نرجو مع هذه الأيادي الكثيرة التي دخلت من الخارج، يعني بطريقة أصبحت المشكلة دولية، يقف جزء من العالم مع الرئيس الحالي ومع ومجموعة أخرى من الدول مع الرئيس المدعي اللي هو يدعي أنه هو نصب نفسه في الشارع. يعني هذه أشياء الحقيقة يجب أن تتوقف في كل البلاد النامية لأنها بتؤخر التقدم عموما. نعم، هذه يعني الأطراف الخارجية التي تتدخل بهذا الشكل والأيادي الخارجية كما ذكرتها، يعني هل من الممكن أن تجبر الطرفين إلى إجراء انتخابات رئاسية والجلوس إلى طاولة حوار لإنهاء ما يجري في الشارع الفنزويلي؟ هو أرجو هذا، أرجو أن الجميع يفهم أولا من الخاسر الأول. الخاسر الأول والوحيد هو الشعب الفنزويلي وفنزويلا نفسها. فنزويلا المفروض تكون بلد من أغنى بلاد العالم لأنها تملك أكبر احتياطي في البترول في العالم، نعم. لكن طبعا بالذات بعض القوى في أمريكا بتعتقد إن كل دولة في أمريكا اللاتينية هي جزء من الحديقة الخلفية لأمريكا، وأعتقد إن هذا التصور، أنا زي ما بقول دايماً كي نفهم الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن نشاهد مرة أخرى الفيلم القديم من الخمسينات اللي كان اسمه دكتور جيكل ومستر هايد، لأن أمريكا يعني مثلها كمثل الإنسان العادي، داخله ملاك وداخله شيطان. إذا تركت أمريكا للمطامع الرأسمالية العنيفة اللي بتتزعمها طبعا الشركات الكبرى في بعض الأحيان أو بعض منهم أو كثيرا منهم، يبقى في هذه الحالة أمريكا بتضر بالمستقبل، خاصة مستقبل الشعوب اللي بتدخل فيها، ورأيناها في أماكن كثيرة زي إيران مثلا وخلافه. أما أمريكا الأخرى فهي اللي هي دكتور جيكل الإنسان اللي بيتمثل أو بيلتزم بالمثاليات الموجودة في الدستور الأمريكي العظيم، مثاليات وأخلاقيات، ولذلك بنيت هذه الدولة العظيمة والأمة التي أنجزت في 200 عام ما لم ينجزه أحد في تاريخ البشرية. فيعني أرجو أني يعني أنا مستعجب طبعا من بعض البلاد اللي انساقت بدون تردد، يعني زي كندا، وكندا المفروض دولة يعني ملتزمة بالسلام وخلافه، لكن تبعت لأسباب أنا لا أفهمها. أنا أفهم طبعا الشركات البترول الأمريكية وخلافه تتمنى أنها تقتنص الفرصة وتحصل على كل الامتيازات في الشركات البترول في دول، لكن أنا لا أفهم ما هو دور كندا، وكندا بلد غنية وكبيرة ودائما لها مثالياتها وأخلاقياتها، لكنه كما نرى. بس نرجو إن العالم يترك الفنزويليين يجلسوا على الطاولة، ممكن يساعدوا، يمكن يعني العالم بالذات الأمم المتحدة، مش عارف لا إلى الآن لم أسمع الكثير
من سكرتير عام الأمم المتحدة، وأرجو يعني هذه خاصة إن الأورجنايزيشن أو نعم لاتين أمريكا اللي هم يعني منظمة الدول اللاتينية قالت كلمتها ووقفت مع الرئيس الشرعي مادورو. نعم طبعا للأسف كل البلاد النامية فيها فساد وفيها عدم وصلت الفكرة. إدارة وفيها كل شيء. نعم وصلت الفكرة. دكتور صفي الدين حامد رئيس مركز العلاقات الخارجية الأمريكية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.